السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم الخميس، يوم الخميس دايما مع حضراتكم بشكل بسيط. استنى بس افتح دي عشان خنقني شويه. يوم الخميس بشكل بسيط دايما بنبقى مع حضراتكم باكله العزومه. العزومه دي يعني هدفها نتجمع كلنا طبعا قبل اي شيء مع بعض على طبليه واحده، على سفره واحده، على ترابيزه واحده، اي كان الموضوع، نتجمع مع بعض ناكل لقمه كده بشكل حلو وبطعم يكون من ام او ست البيت بافضل حاجه في الدنيا. هتعمل ايه النهارده؟ والله النهارده جايب منيو خفيف جدا واسمه كبير شويه. لو عملنا بط بالفريك الموضوع، ولو عملنا كمان ارنوب، مش هقول ارنب، ارنوب متقطع مع كمان الخرشوف هيمشي الحال، وكمان حبه شوربه خضار بكبد البط، اكيد الموضوع هيختلف. ثلاث اطباق اسهل من بعض جدا، هيكلهم هيطلعوا من بعض. بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن عادي جدا ان مرقه البط هعمل بيها الشوربه، ونفس الموضوع الارنوب لما اعمل بيه الفريك، سوري اللي اعمل بيه الخرشوف لو عايز اسلقه ممكن اخد منه ورقه واعمل بيها الملوخيه. فده اللي هيحصل النهارده مع حضراتكم، مع كمان الشوربه يكون بطعم كويس، واهم شيء المرقه تكون عندي افضل من البط. طيب ده هيتعمل ازاي؟ تعالوا نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نظبط الامور. هبص عندي كمان في الثلاجه لو لقيت عندي كيس ملوخيه بالمره نعمل ملوخيه بالارنب. تعالوا نطلع فاصل مره ثانيه مع الام هنيه. قبل الفاصل كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على اكله تكون حلوه. معلش احنا قلنا من الاول اسمها كبير، بس الموضوع بسيط جدا ما فيهوش صعوبه. هنجرب، ولو في حاجه غلط هنلاقي الموضوع والله العظيم اسهل مما يكون. اصل البطايه مش قصه، والبط هو سلق مش اكتر من كده. يعني مفيش حد في الدنيا بيدخل بط في الطاجن لوحده كده في الفرن، ولا بيحطه يتحمر لوحده، هو الموضوع كله في حبه سلق. اهم شيء في الطبخه دي كلها لو كان للارنوب او لو كان للبطايه هي الميه دي. اهي بصوا حضراتكم الميه المغليه دي. طب ايه الموضوع؟ الميه المغليه دي هي اللي تخلي البط يتسلق، هي تخلي الارنب يتسلق بسرعه وفي الانجاز. لان لو حطينا ميه بارده وبصلايه وفلفل اسمر زي ما احنا بنعمل في البيت، وحطينا جواها البطايه او الفرخه او اللحمه، هتلاقي الموضوع خد منك وقت طويل، زائد ان بروده الميه عملت معاكي ريم كلنا بنعاني منه، ما نعرفش ازاي بيجي سبحان الله. بس هي دايما الحاجه البارده بيبقى ليها شويه حاجات وحشه، زي الزيت. لو الزيت حطينا فيه حمرنا حته فراخ بانيه وهو بارد، بتلاقي سبحان الله الزيت بدا يعمل بقليل كده، وتلاقي البقسماط واقعه في الارض، وتلاقي بيبقى في قلق شويه. فالمفروض ان احنا نعمل حاجه زي كده تكون ميه سخنه وكويسه جدا. بعد كده نبدا نخش واحده واحده على البطايه. البطايه طبعا البط فيه منه كذا نوع، في بط بلدي وفي بط مسكوفي وفي بط مش عارف ايه ومزارع وكلام من ده. البطايه اللي موجوده في البيت، بس بيني وبينكم هو البط ما يتاكلش اذا كان بط الا لو كان بلدي. يعني عشان اللي بيحب البط يعني او اللي ليه في البط كان بلدي. وبيني وبينكم برده اكتر مع المحشي الكرنب في البيت، هو ده البط. انا بالنسبه لي انا لو كلت البط باكله كده، ما كانش كده بيتاكل بقى بطرق تانية تكون حلوه وليها طعم فتشد الواحد. لو كان بط البرتقال، بط بالفريك، بط محمر، بط مسلوق، ده برده ليه اكيد دماغ تانية. طيب تعالوا نخش مع حضراتكم واحده واحده ونبدا نتبل البطايه ونحشيها ونسلقها ونطلعها وندخلها الفرن ونعملها. ده كله ان شاء الله ان شاء الله باذن الرحمن مع حضراتكم واحنا شغالين. يعني الموضوع ما فيهوش صربعه ولا في افتكاسات ولا في روشتة زي ما بيقولوا. هي قصة كلها ان انا اللي نفسي فيه اشجع حضراتكم على الاكلات تكون اسمها كبير شويه باسهل مما يكون. طبعا لا مانع ان انا عندي حاجات متوفره كتير جدا مش عندك في البيت، زي ايه؟ بصل متقطع جاهز، كوسه متقطعه جاهزه. بس ده الكلام ده كله لو خدتني في نص ساعه قبل ما تخش المطبخ اكيد الموضوع هيختلف تماما. طيب البط دايما او عامه اي نوع من انواع الطيور شويه فيه نسبه زفاره قويه جدا. طب الزفاره دي هعمل فيها ايه؟ يعني ايه الزفاره؟ ما الزفاره هتطلع هل من السلق ولا هل من التتبيله ولا هل من ايه؟ لا هي لسه زي ما هي كده، لسه في البدايه. طبعا نفك شويه كده منها، نخليها كده مفتوحه شويه عشان نبدا نتبلها قبل ما نشتغل بيها. كان قدامي كده اهم حبه بهارات مشكلين، بس بهارات اعشاب اهم دول اللي هم دول. ايه هم دول بقى؟ ورق الغار قدام حضراتكم اهو، مع الحبهان، مع فلفل الحصى. مظبوط كده؟ وهو اللي انا غلطان يا شفيق. هقول ايه قدامك دول؟ شايفهم شفيق؟ ما ترد عليا، اصل ساعات بحس ان انت زي فيلم الفرح كده لما كان علاء مرسي بيصور في حته تانية خالص، بحس ان انت مش معايا. معايا؟ تمام ماشي الكلام عشان انا عارف. ده زي ما حضراتكم شايفين الفلفل الاسمر اهو والحبهان والقرفه، ده مرفوع او مفروم فرمه كويسه جدا، نرفعه من الطبق نحطه في الكبه هيطلع معايا بالشكل ده. هجيب منه حبه حبه كده بشكل عشوائي اهو، دي بهارات عطريه واعشاب طبيعيه ماشي الكلام. واجيب لسه هقلبها كويس، وعندي الملح اهو حلو الكلام،
فلفل اسمر غير اللي مجروش اهو. طبعا البهارات دي اكيد موضوع كبير جدا. زود فلفل اسمر، تبلت الفراخ او الطيور عامه تحب البهارات اللي ريحه حلوه. طيب خلينا نبص لو عندي اعشاب تانية فريش. معلش انا ما بزهقش من البهارات بتاعتي لحد الصبح. اعشاب فريش زي الروزماري، لا ما عنديش، زي الفل انا راضي ماشي الكلام. طيب خلاص كده انا تبلت وتمام التمام، حط عندي الملح وحط عندي الفلفل. هجيب بقى حبه كمان زي دول كده، بصوا اهو في ايديا، واروح مقلب جوه كده البهارات بتاعتي، ودعك بيها كويس قوي كده البطايه وش وظهر اهو، كل ده كله تاني، لان ده البهار الاساسي اللي انا ممكن اسيبها على كده مش اقل من نص ساعه عادي جدا، ومش قلقان ولا في اي مشكله عندي بالنسبه لي خالص اهو كده. انا قلبت كويس جدا، طبعا هتنزل الميه ده كله هيروح، بس انا احب البدايه تكون معايا مظبوطه عشان نبقى ماشيين على اساسيات كويسه. وانا شغال احط عندي بصلتين في اول حته في البطايه في الاواخر كده اهو ماشي الكلام، وعندي ورق غار زي ما هو في الاواخر ده كده لوحده، لسه احنا ما حطيناش حاجه. هخلي عندي البطايه على جنب، هجيب عندي بوله ناخد بالنا شويه دينا زفره، فنبقى عندنا حرص باللي بنعمله. البوله دي هبدا هعمل فيها الحشو. الحشو بتاعي لو كان فراخ، لو كان حشي بط او فراخ او اي كانت طيور، عندي نوعين من الحشو. عندي يا اما رز الطريقه بتاعنا واللي احنا متعودين عليه، او فريك. الفريك ليه شروط شويه في حشوه او في تسويته. انا هقول لكم على بلاطه، الفريك بيبقى فيه زلط. الفريك بيبقى فيه زلط صغير جدا، فانا من النوع اللي موسوس جدا، واكيد حضراتكم نفس الموضوع، ما حدش يتمنى ان يريح نفسه في اسهل طبخه فيغسل ويشتغل على طول، لا. فالوسوسه دي بتخليني انا شخصيا موسوس ما بين نفسي، وده مش عيب. هنفرز كويس قوي في 5 دقائق 10 دقائق حبه الفريك قبل ما نشتغل بيهم. طلع منهم حسوه كده، قشايه كده، مش عارف ايه، غسله مره واثنين وثلاثه لحد ما يتهري مني من الغسيل. وبعد كده انقعه في البوله لمده ساعه. بعد ما يتنقع الغسيل ونقع هغير عليه الميه مرتين، وبعد كده هيطلع عندي بالشكل ده اهو. بصوا حضراتكم اهو، شايف اهو يا استاذ؟ حاضر، بسمع كلامك والله يا شفيق اهو، انا اسف. حاضر حاضر ماشي الكلام. اتنقع عندي بقى عامل زي البرغل، بقى خلاص عامل زي ما انا يعني ايه، وده ما حصلش، بس هو منقوع نقعه كويسه جدا. ده زي ما حضراتكم شايفين اهو كده. هجيب عندي ايه بقى؟ هجيب عندي عليه على طول بصلتين او بصلايه مبشوره، حلو الكلام. واجيب عندي طماطمايه مبشوره اهو. ممكن نفس الموضوع ده كده على فكره اشوحه، اخده 3 ارباع تسويه، بس انا عندي البطايه اصلا ناشفه، فطبيعه عظمها بتاخد وقت في التسويه، فلو انا سويت 3 ارباع تسويه يبقى ده جوه هيتهري بسرعه، فانا هحطه ني وهكتف عليه وهسلقه على هذا الاساس، الاثنين ياخدوا مع بعضهم ان شاء الله وقتهم. هجيب عندي فص توم اهو، فص توم يكون حلو كده. لو عايز ادلع الامور حبه كرفس لا مانع، ما حدش يقول لي لا، لو موجود حبه كرات ما حدش يقول لي لا، حبه بهارات تاني من الاعشاب دي ماشي الكلام، حبه فلفل اسمر باودر اهو، حبه كمون، حبه قرفه بساط، جوزة الطيب، حلو الكلام ده ولا مش حلو؟ طيب حبه شطه او قرن فلفل حار، معلش ده كله برضو بيعلي التست معايا، وانا عايز استفيد بكل البهارات اللي عندي. الملح بتاعي، فما شاء الله الحاجه معاك مخدومه. عندي ايه بقى تاني؟ مكعبين زبده اهو. قلب كويس جدا الخليط الجميل ده، وهو ده اللي هحشي بيه، واقلب وادعك كويس قوي كل البهارات في بعضيها كده مع الزبده، واحشي كويس، واللي باقي انا هطجنه لوحده واحطه كارضيه تحت الطاجن. استاذ مصطفى، الو الو. طيب معلش يا استاذ مصطفى، احنا اسفين لو المشكله من عندنا في التليفون. طيب هقلب كويس جدا واخلي كل البهارات مع الفريك مع الزبده. والله يا جماعه انا شامم ريحه حضراتكم انتوا تقولوا عليها لما تعملوها، مكنش دعوه بكلام علاء، لان اكيد اي حد في الدنيا لما يجي يعمل اكل يحسك ان هو احسن واحد في الدنيا، وانا مش طبعي ان انا يعني هبيع الاكل ده، انا بعمله عشان نساعد بعض في البيت. لازم تجربيه، ولازم تجرب الاختراع او الحاجه الزياده اللي ممكن تكون اي حد في الدنيا ممكن يقدر يعملها. مش قصه، اصل الاكل ده ما حدش فينا اتخلق من بطن ابوه بطن امه مثلا كده ونزل فعرف ان الاكل هو ده مصيره، اكيد لازم بنتعلم وبنفهم وبنعرف، فيبقى الموضوع تمام معانا. خلاص كده انا تمام التمام. عايز تتريق عليا؟ حاسك والله حاسك. ماشي الكلام. انت شوف قافل الايربيز وسامعك بس، والمصحف حاسك حبيبك ده، انا مش هسيبك. ماشي طيب انا كده، ما هو انا مربي غير اللي اشترى يا شفيق، ما انا عارفك والله. انا يا جماعه استنى، ما بغلط في كلمه
فهم بيقولوا ايه عاملين ايه جوه في الكنترول يضحكوا. فانا بقى ايه من الناس اللي بحب ايه اضحك على نفسي بحب اضحك على حد، بس انا ما بشوفهمش برضه زي ما انتم عارفين يعني. طيب هاجي هنا عند الفراخ طبعا البطايه. بصوا معلش فيه معلش تعالى كده ثانيه واحده. بصوا التتبيله يا جماعه اكيد يعني لو انا حطيتها في كيس حراري ودخلتها على هذا الاساس هتشتغل معايا، لو عملت عكس كده هتشتغل معايا برضه. لما انت تبلتي كويس قوي بهارات هنا، بصوا البصل وورق الغار اهو، انا اهو تعالى كده ثاني اهو اهو. بصوا حضراتكم ده البصل لازم الحاجة تتبل كويس قوي يا جماعة. احنا ساعات بناكل في مطاعم وفنادق قاعدين على ترابيزات بناكل مش عارفين اللي بيحصل جوه في المطابخ. فالأمانة قبل أي شيء، مش الأمانة نلبس كلافزات على فكرة، أنا ممكن كل لابس بيلبس جوانتيته مش حلو، بس الأمانة أن أكون بخدم الشيء عشان يتاكل بنفس الحاجة يكون ليها طعم وتحس أن هي مش غليان أو سعرها غالي أو رخيص. ممكن حبة فول بس فيهم نفس، هو ده اللي احنا عايزين. أصل الأكل مش حشو يعني، مش بنقعد نحط أكل في بطننا عشان نبقى شبعانين، في نفس يا أم ياسين. ألو ألو مساء الخير يا أم ياسين، إزي حضرتك؟ إزيك سنت؟ طيب كل سنة وأنت طيبة الحمد لله. ربنا يخليك، اهلا بيك يا ام ياسين تحت امرك. اتفضلي تحت امرك، منور الشاشه والله. ده بوجودك انت يا استاذ، ربنا يخليك. تحت امرك يا ام ياسين. معلش عايزه طريقه المكرونه البشاميل. طريقه المكرونه البشاميل عينيا يا ام ياسين. حاضر الكيكة. تمام ايه وطريقه الكيكه بالسمع والله يا ام ياسين. ايه الكيكه؟ طريقه الكيكه. الكيكه. طيب كيكه ايه بقى حضرتك يا ام ياسين؟ ايوه كيكه ايه؟ ايه يعني نوع كيكه؟ كيكه كريمه كيكه اللي هي الشوكولاته او البرتقال. عينيا الاثنين. حاضر حاضر ماشي الكلام يا ياسين. عينيا الاثنين. حاجه تانية؟ بشكرك بشكرك يا ام ياسين. طيب خدت بالك يا استاذ شفيق من التكتيفه دي وانا بتكلم مع ام ياسين؟ التكتيفه دي شايف تعالى كده اهي، دي اسمها التكتيفه. على فكره اتعلمت اتعلم فيها كتير قوي يعني. التكتيفه دي بيعملوها اكتر ناس الامهات مش الشيفات. اهي تكتيفه البطايه بس مش اكتر من كده. كده احنا عملنا اللي علينا وزياده. طيب ايه تاني بقى يا سيدي؟ اهم من ده كله ان انا بقى اعمل بوكي جرني تاني. بلاش كلام بالفرنساوي والانجليزي، انت ابن بلد وعارف ان انا ممكن باخدش بالي من الكلام ده. صحبه خضروات عطريه اللي هي رقم واحد الجزر، الكرفس، الكرات، الورق الغار، الثوم، الفلفل الحصى، السبع حبات بهارات، ده كله يمشي معايا. تعالوا مع بعض. ادي الحله السخنه وادي عندي الكرفس، راس الكرفس ماشي الكلام، وادي عندي الجزر ده كله اكيد بيدي ريحه عاليه جدا، وادي عندي كمان الكرات بورقه حلو الكلام، وعندي البهارات بتاعتي اهي هقسمها على نصين، نص اللي هنا ونص التاني هديه للارنوب بتاعي حلو الكلام. ايه تاني عندك؟ كمان حبه ملح في النص كده وفصين توم زي ما اتفقنا، وهروح اجيب عندي كده ورقتين ثلاثه من ورق الكرفس. اكيد الموضوع هيكون لي ريحه عاليه جدا بطريقه عشوائيه كده اهو كده حلو الكلام ده. طيب هتعمل ايه بقى؟ زي ما احنا كده نروح نازلين بالبطايه الجميله دي المكتفه دي، ان انا مبسوط قوي اصلا ان انا مكتفها مش عارف ليه، حاسس ان انا نجحت في حاجه يعني ماشي الكلام. وابدا بس كده ايه هسيبها كده شويه. لو الحله دي صغيره عادي جدا هنقلب الحله دي في حله كبيره مفيش مشكله ما تقلقوش. ولو ما عنديش غير الحله دي بنص ساعه راح اقلبها الناحيه الثانيه هتشرب وهتبدا تظبط الامور معايا. هغطى عليها يبقى خدت مني البهارات، ده اهم شيء، والموضوع عندي تمام التمام. طيب قبل ما اطلع فاصل وقبل ما اروق مكاني هاخدك بس حته كده صغيره الناحيه الثانيه في حته نظيفه ثانيه خالص على مرقه سخنه جدا. نفس الموضوع نفس الموضوع يا استاذ شفيق، بقيه البهارات بتاعتي تنزل عليها، وعندي كمان حبه بصل حلو، وعايز كمان حبه بهارات من دول برضو اهم، ده كله كده، وكمان فصين توم، واجيب عندي حبه ملح نفس السلق برضو البوكيه الجرنيه ده كله بينفع معايا. هجيب عندي الارنوب يتسلق، بس الارنوب هديله قرفه زياده يعني هديله ريحه القرفه، او طبعا يكون الافضل عندي قرفه خشب عشان خاطر ياخد وقت في تسويته ماشي الكلام. القرفه بتاعتي مطحونه او ناشفه، وازود فلفل اسمر دي قرفة نعمة وحتة حلوة نعمة حنية ومش عارف نعمة وجميلة وكلها حنية. فلفل أسمر حلو الكلام ده كده سلق رقم واحد. طب ممكن كمان بالمرة قبل ما أعمل حاجة أجيب بيت الجزر اللي عندي والكرفس ده أكيد هيعمل معايا شغل كويس أهو كده أهو، ده كله أكيد أنا مستفيد زي ما بيقولوا كده بالحاجات الحلوة دي والروائح الجميلة دي عشان أسلق مظبوط كده
وغطي عليها. حلو الكلام؟ يبقى احنا كده عملنا ايه؟ رقم واحد البطاية، واهم شيء مش شرط البطاية تستوي والله، ولا فارق عندي الطبق يطلع. على فكرة انا اللي فارق عندي انا شخصيا، معلش يعني سامحوني، ان الاكل يتعمل بطريقة مظبوطة وبطريقة سهلة وبمقادير تكون جوه البيت وطريقة عمل تكون مظبوطة، هي دي شغلتي انا شخصيا، انا بتكلم عن علاء. لكن مش فارق عندي ان اروح راصص لك الاب، ما انا عندي كفاءه هقف اعمل 7 اطباق والله العظيم الحمد والشكر من فضل ربنا هعملهم، مش قصه. بس انت مش تاخدي بالك انا عملت ايه وانا بفرح وانا كل طبق باخد عليه فلوس، ده كلام فارغ، ما بحبش كده. حب الطبق يطلع معمول مظبوط لوجهه نظر حضرتك انت، مش وجهه نظر انا بس، عشان لما تعمليه تقولي الراجل ده شغال بامانه، مش بيبيع كلام ومش فرحان بكاميرا واقف عمال يقول انا حلو واكل كويس، ده كلام كله ما بياكلش عيش. تعالى اطلع فاصل، بعد فاصل نواصل. عشان نبقى واضحين، ادي ينزل الجزر كده اهو مسلوق، والكوسه نص سلقه برده بس على الهادي يعني مش مزودين فيها. هنجيب البصلات بتاعتنا معاهم، مش محتاج نسلق طبعا البصل. وعندي الفريك اللي سوري الخرشوف، حلو الكلام. واروح جايب في النص كده فص توم حلو عشان طعام الامور كده واديني تيست عالي اهو، ونقلبهم كلهم مع بعضيهم، و نحط كمان معاهم الطماطم المبشوره الباقيه دي مع حبه بهارات عباره عن حبه ملح كده اهو، وحبه فلفل اسمر. اوعى تنسى اللي في الفرن يا شفيق، ونقلبهم تقليبه حلوه على مزاجنا ونسيبها تاخد وقتها. طيب هل هتديها مرقه او حاجه؟ والله ممكن لو نشفت مني وعايز اخليها متلحلحه بالعربي كده شويه هديها، ما نشفتش مني انا راضي وتمام تمام. وممكن كمان نديها معلقه صلصه طماطم بنص كوبايه مرقه، مش هتقولي لا، بس انا عايزهم يتكملوا مع بعضهم كده كويس وياخدوا ريحه حلوه ويبقى تمام تمام. المرقه دي زي ما اتفقنا هنشتغل بيها على الملوخيه، هتبقى عندي زي الفل وتمام تمام. وممكن كمان اسلق حالا مع حضراتكم حته الكبده بتاعت الشوربه، الشوربه عندي زي ما حضراتكم شايفين خلاص اتشوحت وهو ده المطلوب. هجيب عندي كوبايه الخضار بتاعتي تتشوح على طول ما فيهاش صعوبه، وهبدا كمان هديها بشكل بسيط قوي قوي قوي، يعني نقول ربع كوبايه، ربع ايه ما بتكملش، هبصوا قد ايه، حبه صلصه بسيطه قوي، مش صلصه طماطم صلصه صلصه، لا حبه طماطم معصوره، عشان بس عايز الشوربه ما تكونش كلير، عايزها تبقى محمره سنه. هدي عليها المرقه اللي موجود عندي هنا، الفريك شغال، البطايه القديمه دي سيبكم منها خالص. تعالوا نبص بس لما يطلع فاصل على اللي في الفرن اهو. ايه رايك يا شفيق، معايا انت فيها ولا مش معايا؟ ها انا هقف الناحيه الثانيه هتصورني جنبها اهو كده كويس تمام، صورتني جنب البطايه، تعالى اطلع فاصل. اهلا ثانيه مع الام هنيه. تمام عبد الموضوع يعني ما فيهوش حكايات كتير، ملوخيه زي ما حضراتكم زي ما وعدت حضراتكم، فكينا كيس الملوخيه على السريع تحت ميه ساقعه ضربناه كويس جدا، بدا معايا سايب اهو، المرقه بتاعته بتغلي قدامي، هبدا اشغلها برضو على طول عشان ننجز بالمره. نرجع للبطايه، بس طبعا ما دام عملت كده يبقى لازم في ايدي مضرب كده على طول اهو، ونفك على طول ملوخيتنا كده بمرقه الارنوب. دي بتعمل كده عشان انا عايز الملوخيه تكون هي والمرقه واحد. شكرا. سيبها شويه. الملوخيه فيها حاجتين مش ثلاثه. ولا هي ينفع تغلي كتير ولا ينفع تتغطى. فصدوره ولكن الموضوع اكيد ليه عواقب. الملوخيه اللي غلت كتير بتبقى مغمقه، الخضار بتاعها ما بيبقاش ناصع. ولو اتغطت الملوخيه بتسقط. ده كلام مش كلام شفاه، ده كلام امهات. واي ام فلاحه مصريه سعوديه سمع الكلام ده عارفه ان ابنها بيتكلم في الصح، اي حد يقول كلام تاني يعني تعرفوا ان الكلام في غلط. تمام، الطشه بتاعتي معلقه كزبره، معلقه ثوم مفرومه، معلقتين زبده، سيبهم عندي يتشوحوا، لما تغلي الغلوه هديها على طول طشتها. اسمها ايه دي يا شفيق؟ معلش نسيت، اكيد بط يعني، ده واحد رد على قال لي بط، واحد مصور بهزر والله ما تخافش، دي البطايه. البطايه خلاص طلعت تمام التمام، ماشي الكلام. وعندي الشوربه زي ما حضراتكم شايفين شغاله، ودي البطايه سيبكم منها تمام. لا اصل ضحكت قوي ان انا بهزر مع شفيق، فحد من زمايلنا بط اللي هو يعني اوعى تنسى التدريب في داهيه، ما تقلقش انا فاكر. تمام، تعالوا بقى بص على السريع كده على اللي في الفرن.
الطاجن الارنوب بالخرشوف والخضار. عايش حياته واديته الصلصه بتاعته وظبطته تمام التمام، هسيبه عندي ياخد وقته تمام التمام. في حاجه برضو ناخد بالنا منها شويه، هنا الفريك زي ما اتفقنا خلاص كده اتشرب وبقى زي الفل زي ما حضراتكم شايفين، ده هيبقى تحت البطايه. انا بقى من رايي هرفع دي طبعا الاول عشان الملوخيه لسه ما خلصتش، عشان ما تحرقش الطشه بتاعتي دي، سيبها زي ما اتفقنا. ابدا الموضوع دلوقتي، بصوا بدا الريم اللي شفناه بسرعه ده نتيجه ان هي كانت فروزن، هي مش فريش. بس انا بقول لكم معلومه حلوه، الملوخيه بتجيب ورق طبعا كنا عارفينها، وبتفرم على المخرطه على الصينيه، بس في وسطها قرن فلفل حار، واعمل ملوخيه. سيبك انت بقى من اي كلام اللي احنا بنقوله ده خالص، ده كلام اكلاته وبتاعه وكلام من ده، بس نتكلم على الاصل والاصول. لا ملوخيه مفرومه ومظبوطه. طيب تعال نغرف مع بعض على السريع، طبعا الشوربه خلاص خلصت عندي اهي. تعال نغرف مع بعض على طول حبه الفريك الحلوين دول كارضيه عندي كده اهو بالشكل ده، حلو الكلام. دول باقيين مش موجودين مش هيفرقوا عندي ولا يشغلوني، انا عاملهم بس كارضيه عندي للبطايه. بطايتي البطايه دي ناس بتتكلم عنها كتير قوي النهارده، مش عارف ليه، يعني جالي اخبار في الفاصل ان في ناس، اقول اسامي يا شفيق ولا بلاش؟ احنا طايم. لا والله مش طايم يا شفيق، ولا تفرق عندك في الطايم خالص، ده ابراهيم حموده بعد عايز ياخد البطايه فهياخد منه دقيقتين، ما تقلقش يا رهيم ما تقلقش، مع بعض هنجيب البطايه ما تخافش، بس دقيقتين زياده. البطايه خلاص خلصت، ما فيهاش زي ما انتم شاكلين كده، مش محتاجه ولا جرنش ولا غيره، هيطلع على كده على طول. دي بط بالفريك محشي وتمام التمام. الشوربه دي تغرف على طول برده في انجر، يكون حلو كده لايق بمقامها على طول. اللوش خدوه يغسلوه، ماشي الكلام. على كده نجيب من حالنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى اهي، شكرا. حبه شوربه هنبص عليهم حتى لو غفلنا عليهم سنه كده، عشان انا عارف ساعات ما يجوش الحاجات دي على الشاشه. انت عندك في سؤالين ما هتطلعوش على الهوا ليه؟ على الشاشه ليه؟ سؤال في الكيكه، كيكه وايه تاني؟ ايه؟ المكرونه بشاميل، انا هجاوب عليها وكده احطها بعد اذنك. الكبده اهي زي ما حضراتكم شايفين مسلوقه سلقه لوحدها عشان تبقى كامله ما تتحريش. طبعا الجريفي ده، الجريفي اللي هو الدسامه دي، دسامه البط. طيب لو انا مش عايزها بقى هعمل ايه؟ وانا على السفره كده ولا على المائده وراح جايب منديل هوريها لكم، دي الحاجه دي يعني سهله، بس اجيب الاول طبق عشان اوريها لكم عشان لما نلاقيها قدامنا عامه نبقى عارفين بنعمل ايه. اهي بصوا ده منديل واحنا قاعدين على الترابيزه كده في البيت، لما نلاقي شوربه ايا كان ايه دسامتها نعمل كده اهو. بصوا اهو كده 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 اهو. بصوا الجريفي كله طلع معايا في المنديل اهو، معايا الاستاذي اهو، يعني انا بديكم معلومات. معايا انت؟ طيب نطلع بالشوربه على طول مع حضراتكم بالسمعك، ماشي الكلام. طيب كده فاضل عندي ايه؟ الملوخيه اهي. بص يا استاذ برقت تغلي غلوه واحده زي ما اتفقنا، تقريبا حلوه الطشه ترجع تاني تاخد طشتها نلم ايه حاجتنا، يبقى الموضوع تمام التمام. المكرونه البشاميل، هاتي عندك نص كيس مكرونه قلم، اي كيس مكرونه قلم، بس نقي المكرونه شويه لان في معظم المكرونات لما بتستوي بيحصل حاجتين رخمين قوي. رقم واحد اخوي شويه ان تلاقي الميه بتاعتك كلها بقت نشا، ده وارد وعادي جدا مش هنقول لا. الحاجه الثانيه تحط لها مثلا وقت 9 دقائق مثلا، زي ما انا بقعد اقول وغيري بيقول 9 دقائق يا جماعه سلق المكرونه، تحط 9 دقائق تلاقيها في الاخر طالعه عامله كده، يعني ايه مكرونه ده قلم؟ ما احنا عارفين القلم بيطلع كامل، ازاي تبقى طالعه مكسوره من الناحيتين دي من غير الميه؟ فالمكرونه غالبا ما قدرتش تستحمل الميه المغليه فهتفرتكل. نقي مكرونه كويسه ونسلق كويس جدا المكرونه من 7 دقائق لحد 9 دقائق على معلقه زيت وكمان ذره ملح. بخلص المكرونه بصفيها كويس جدا، بسيبها على جنب في مصفى، ببدا بشتغل على طول في ربع كيلو لحمه مفرومه مع بصلايه ناعمه مع كمان فص ثوم حلو، وابدا اعصج حبه لحمه مفرومه. حلو الكلام؟ يبقى عصجنا لحمه مفرومه وعملنا الملوخيه، عملنا المكرونه. طيب ايه تاني عندك؟ صوص البشاميل، عندي نوعين من الصوصات، رقم واحد عندي صوص البشاميل بتاع كنور فاين فودز، احنا عارفينه كلنا ده ما فيهوش صعوبه، بجيب عندي لتر لبن واخليه على نار هاديه وافتح الكيس واحط واضرب كويس جدا، عايز اعلي التيست واظبط الكلام عندي ممكن احط جبنه في النص، ممكن احط عندي نص مكعب مرقه، حبه ملح، حبه جوز الطيب، حبه فلفل، ده براحتك. طيب البديل، البديل يا سيدي، البديل عندي مفيش اي مشكله خالص غير ان انا هبدا اجيب عندي 5 معالق زبده،
خمس معالق دقيق، كوبايه ونص لبن كبيره، وابدا اعمل صوص البشاميل بتاعنا اللي احنا متعودين عليه ما فيهوش صعوبه، مع ملح وفلفل. حط الاول في ارضيه البايركس بتاعنا حبه بشاميل، بعد كده مكرونه، بعد كده لحمه، بعد كده مكرونه، بعد كده صوص البشاميل، واي نوع جبنه بنحبه هيبقى الموضوع عندي طعمه كويس قوي. على فكره انا طافي النار، ما تفكروش ان هي بتغليش كمان اهي، يعني خلاص انا خدت منها اللي انا عايزه، بس طفيت النار. انا بس ولعت النار الناحيه الثانيه عشان خاطر عايز اخلي الطشه بتاعتي تغلي اكتر. تمام، يبقى واضح معانا مكرونه بشاميل. الكيكه بالبرتقال بعد اذن معاليك تنزل على الشاشه وتثبت شويه. تمام، وبعتذر لحضراتكم على موضوع التليفون ده، معلش سامحوني. عندنا الطشه دي بس تغلي على طول، نحضر لها طبق على السريع، والطاجن جوه اهو يطلع، والملوخيه نحضر لها طشتها، والطاجن هيطلع زي ما هو. هنوسع بس مكان هناك كده. بمناسبة صحيح، كنور فاين فوز المسابقة بتاعتنا شغالة، الفاينل هيكون يوم 14 إن شاء الله في مول العرب، يوم 14 إن شاء الله في مول العرب. هتلاقوا هناك الموضوع مختلف، حفلة كبيرة جدا وفيها ناس كتيرة جدا، دعني بس المتسابقين اللي سمعتوا معديني 300، فتتخيلوا بقى الموضوع هيبقى عامل ازاي من كل الناس اللي موجودين. طبعا كلنا موجود هناك، وكل جروب تلفزيون النهار هيكون موجود. الحفلة هتسلم فيها شيك ب50,000 جنيه، وانا اللي هسلمه، واللي هكتر مش هسلمه فلوس. انا بقول لك اهو ماشي، ما انا ده كله بضحك عليك يا شفيق عشان خاطر ان انا اضحك عليك كده. خد الطشه دي مني، ماشي الكلام، خد كمان الحبه دول كمان اهوت كده، ماشي الكلام، كنت هعمل كده كمان يا معلم، وجايب دي كده اهو، وادي هعمل الطشه. وانا عمال اتكلم ليه يا شفيق؟ وانت مفكر ان انا حابب ارغي واصدع نفسي واصدع الناس؟ انا بتكلم عشان ما عليك بس تنساني في قصه التايم دي. تعال نغرف الملوخيه، بسم الله الرحمن الرحيم. بص القوام اللي بتكلم عليه اهو، دي شوربه ملوخيه بالارنوب، يلا خلينا نشوف. تمام التمام، تطلع على طول على المائده، ما فيهاش حكايات ولا حاجه. فاضل عندنا بس اللي في الفرن، الارنوب بقى اللي كنا بنتكلم عليه. حلو الكلام، بسم الله. انا عارف ان انت طيب يا شفيق، وعارف ان احنا قلدنا الدنيا النهارده، بس هنعمل ايه بقى عشان انا في ربنا كبير وفيك اكتر، على اساس ان انت بتدينا الوقت يعني. طيب ماشي الكلام يا سيدي، ده الطاجن، بس انا عايز اديله تقريبه حلوه اهو، بص عشان يبان بس الخرشوف اهو مع الارنوب. بصوا الكلام، بس انا شايف معلش للامانه المرقه اللي فيها هي والصلصه ممكن تنشف شويه، ممكن في ناس تحبها كده، بس انا بقول ده وده خضار مسلوق، ما تقلقوش كله على طول. بس اهم شيء انا من رايي، وده رايي طبعا حضراتكم، نرجع الاول والاخير، ان احنا نسيبها سنه تنشف بس، طبعا عشان وقتنا احنا ضاربين النهارده زياده على الهواء بتاعنا، بس معلش عشان خاطر حضراتكم نعمل كل شيء. كان معانا النهارده بطايه محشيه على مزاج حضراتكم، والتبله ده اهم شيء عندي، ملوخيه بمرقه الارنوب، وكمان طاجن حلو قوي بالخضار وكمان الخرشوف ده بالارنوب برده، وعندي شوربه خضار معموله بمرقه البطايه. بكره ان شاء الله الخميس، صح كده؟ سوري الجمعه، الجمعه انا بقيت خلاص في السكسفونيا خالص. الجمعه بكره عندنا مين في المسابقه؟ استاذ اشرف واستاذ محمد، عندهم كام سنه؟ اوبا 50 سنه و27 سنه. اشمعنى ازاي إيه؟ اب وابن. انا قلت انت جاي بتتكلم في جايب اتنين قدام بعض، يعني ما ينفعش، ده عمر ونص عمر يعني كده، يعني في خبره قويه جدا. تمام، يعني بكره ان شاء الله عندنا الاب والابن، اكيد في لمسه فنيه، واكيد اي اب يخش المطبخ مش بيريح مراته اكيد ولا بيبسط عياله، بس هو ليه مزاج. ده هنشوفه ان شاء الله بكره في مسابقتنا، واتمنى ان الابن يكسب الاب. تعالوا بكره نشوف مسابقتنا من 1:30 لحد الساعه 3، ولو انت يا حاج سيد بقى سامعني دلوقتي، حضر نفسك عشان الواد ما يكسبش وياخد الهديه الكبيره اهي قدام حضراتكم. السلام عليكم.